كابتن عرفت نصار، مساء الخير. مساء الخير الشباب يا حبيبي، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كل شويه يطلع لنا موضوع، الحقيقه الجمهور على السوشيال ميديا متضايق جدا من الكابتن سمير عبد التواب وكل لاعبين زملكاوي ومنتمي لنادي الزمالك وله علاقات صداقه بكثير من اعضاء مجلس الاداره او من الناس اللي موجوده، وفي اتهامات بينالها بشكل واضح وفي تسريبات من الواتساب بتاعه، يعني برضو ما اقدرش اكدها او انفيها لان هي منتشره على السوشيال ميديا وترند الموضوع ده. بيتكلم عن صفقه اللاعب اللي بوبنزا اللي باظت، والصفقه كمان اللاعب اللي هو كونراد ميشيلاك ان هو مش عايزه يجي وعايز اللاعب التاني اللي هو مودو بارو هو اللي يجي، مع انه مودو بارو ده ما بيلعبش بقاله 6 شهور، وكونراد ده مفترض انه جاهز ورئيس نادي احد هيساهم في الصفقه، كلام يعني في السكه دي، واسم عبد الله جورج وعدم مجلس اداره. رايك ايه في الكلام ده يا كابتن عفت؟ اولا بعزي نفسي وبعزي طبعا الشعب المصري بالكامل اللي هو فتح اخويا وحبيبي الله يرحمه الانسان الجميل الله يرحمه كابتن ايهاب جلال، ربنا يا رب يغفر له ويرحمه ويلحقنا بيه في الجنه ان شاء الله يا رب، ويصبرنا ربنا جميعا يرحمه ويصبر اسرته ويصبر كلنا أهله يا رب كلهم ان شاء الله ويصبرنا، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا الله يرحمه. بص انا ما بتهمش حد خالص ابدا في موضوع الصفقات دي، انما دايما بتكلم على ان يبقى في استراتيجيه لاي مؤسسيه موجود، اي مؤسسه ناجحه بيبقى ليها استراتيجيه وليها خطوط وسريه خطوط استراتيجيه وسريه وفي سريه طبعا انما اللي انا شايفه ان النادي الزمالك هيفضل طول عمره كده مجالس ادارات مشغوله في حياتها الخاصه، ونادي الزمالك اخر حاجه، بمعنى ان لازم من الاول نبقى عارفين احنا بنعمل ايه وعايزين نوصل لايه، انما شايف الموضوع ارتجالي بحت. اي حاجه صغيره جوه النادي كل الناس بتعرفها، المفروض ان انا الحاجات دي يعني بتبقى في ادق السريه علشان تمشي، لان انت في منافسات، من حق كل نادي يعني مش بعيب حتى على الانديه الثانيه اللي بتدخل في الصفقات مش عايزاها او ان هو يعلي او الكلام ده كده، مش ملامين، ده حقهم، كل نادي بيفكر في مصلحته وبيفكر ازاي يقوي السكواد بتاعه وبيفكر ازاي. عمالين نسمع ملايين في الزمالك والاهلي، ولما تبص على المصري وعلى الاتحاد بيجيبوا لعيبه وسموحه بيجيبوا وجيش بيجيبوا لعيبه انا اسف ب 200,000 دولار و 300,000 دولار، ولعيبه بتطلع افضل من اللي عندنا، لان اللي عندنا ما بيجيش باسعارهم الحقيقيه، اللي بيجي على الاسم، الاسم نادي الزمالك يبقى ما ينفعش حد يخش فيها اقل من مليون. يعني انا لو جبت دلوقتي لو عرضت سامسونج على اي فرقه في مصر، لو فرقه في مصر حطت فيه 500,000 جنيه انا اتحداك 500,000 جنيه محدش هياخد، مش دولار؟ لا مش دولار، 500,000 جنيه. انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ وانا بتكلم بجد، جيب لي فرقه في مصر تاخده. اتعرض على كل الناس اللي في مصر ولا حد هياخده ولا يصلح اصلا، ماشي. نضاي نفس الكلام، فبقول لك ان مجلس الاداره هو المسؤول الاول والاخير قدام كل الجماهير. المفروض حتى الصفقات دي كانت تبقى بدري شويه، ان احنا دايما بنيجي في الاخر خالص ونبتدي نفكر النهارده فاضل 4 ايام، فاضل 3 ايام، فاضل يومين، فاضل يوم، حاجات كتير قوي المفروض ان انا اعيب على مجلس الاداره فيها، واعيب على المسؤولين عن كره القدم، اذا كان كابتن احمد سليمان بالسنة يعني، وبعد كده كابتن حسين السيد. المفروض ان الحاجات دي كلها دي مش تباهي قد ما هي مصلحه خاصه بنادي الزمالك، مصلحه عامه لجماهير كبيره جدا وكيان كبير جدا اسمه نادي الزمالك. انا نفسي يعني بص بسم الله ما شاء الله الاهلي عمل كام صفقه، حتى أربعة. الصفقه اللي حتى الصفقه اللي فشلت او لسه الله بين اعلم رمضان تحس ان الامور كلها في صالحه، يعني بيشتغل بمؤسسيه، يعني حتى ما بيعلنش او الكلام ده الا ما الامور بتكون انتهت او انها حتى احنا بنعرف الاخبار من المكان اللي بيجي منه اللاعب، يعني من بالزبط. تقرير سويدي تقرير فرنسي من بره يعني ما بيجيش من مصر وهنا ولو سالت حد فيهم يقول لك والله ما نعرف ولسه الامور ابدا ما حدش يرد عليك ابدا بالظبط كده. انما نادي الزمالك اللي حضرتك السريه اللي انت بدات بيها الكلام، ايوه نادي الزمالك مباح من زمان قوي. انا بحترم المجلس كله، وفي ناس كده ليهم معزه خاصه عندي، انا بكن لهم كل الاحترام. هم مش بتوع كوره، انما برضو لا في ناس بتاعت كوره، في اتنين انا بتكلم على الناس اللي ليهم يعني ليهم باقي المجلس يعني. من الاحترام عندي ناس ناجحه في حياتها الخاصه في حياتها العمليه،
فكان لازم ان الامور تدار بشكل مختلف عن كده. طب انا يعني انا بمنا... كابتن نفت انا اسف للمقاطعه لكن الشيء بشيء يذكر لان انت فتحت موضوع سامسونج وقلت حاجه قويه جدا. يعني ممكن تكون عدت كده واحنا بنتكلم انت قلت لي اتحدى انت بتتحدى. أيوه. ان نادي في مصر. كم نادي في مصر اتعرض على كم نادي؟ لا ده انت مش بتقول انت بتقول لو جاب 500000 لو جنيه لو جاب 500 ما حدش هياخده اصلا جنيه حضرتك بتقول جنيه. ايوه بص الناس لما بتيجي تشتري بيشتروا لعيب في الملعب لعيب ليه ده بقاله سنتين مع الزمالك عمل ايه؟ ما انا بقى يعني مش مثلا كان جاي السنه اللي فاتت ما اداش ده سنتين ده كده هنبدا السنه الثالثه. طب ما هو رؤى بسم الله ما شاء الله قعد خمس ست سنين في نادي الزمالك. طب اقول لك على مفاجاه في عقد سامسون عارفها ولا لا؟ لا لا اتفضل. انت عارف ان عقد سامسون يحق للزمالك فسخه؟ ده كان في فتره معينه. لا ما انا عارف دي كان فتره معينه هو مع ذلك خلوه. فتره يعني معينه امتى؟ كانت فتره معينه قبل السنه دي ما تبدا. لا يا كابتن انا هقول لك دلوقتي العقد وهطلعه لك على الشاشه واحنا بنتكلم. اتفضل. الاول انت عارف سامسونج بياخد كام؟ مليون و100 الف دولار. لا كام؟ سامسونج بياخد السنه الجديده اللي هتحل دي هياخد في السنه 30 مليون جنيه مصري. وهقول لك دلوقتي بالدولار موسم 22 23 الموسم الاول اللي جه فيه هتقول لي يا جماعه كده بياخد 576 الف دولار و930 يعني 577 الف دولار تقريبا. دول خدهم المفروض. أيوة. الموسم الثاني 23 24 بياخد 538 الف ونص دولار. الموسم الثالث اللي هيحل علينا اللي هو بتاعه ده بياخد 615 الف دولار و386. عمل بيهم ايه؟ 615 الف دولار لما تيجي تضربهم ما انا هقول لسيادتك لما تيجي تضربهم بالمصري يعني 30 مليون جنيه يعني اكتر من اي حد في الزمالك يعني يمكن ربما يكون بيساوي زيزو. تمام كده؟ ده اللي بنتكلم عليه. هقول لك بقى البند البنود اللي سيادتك بتقول لي كان في وقت السابق بقول لك لا ده كان السنه دي الزمالك من كام يوم يستطيع فسخ عقد الوقت عايزين يقعدوا معايا يتراضوا وهو مش راضي. هو رافض بيقول لك ادوني السنه اللي باقيه. هقول لك عشان نتكلم انا فاهم هي دي المؤسسيه. لا ده انا هقرا لك البند اللي يجننك. محدش مختص يا كابتن. اللي يجننك يا كابتن اللي يجننك ان البند واضح وكان تقدر ما تكلموش تبعت له ورقه او ميل. بص بقى الشروط اللي بين الطرفين انت عارف في نهايه العقد بيبقى في صفحه أيوة كده فيها شروط اضافيه اسمها شروط اضافيه. تم الاتفاق بين انا بقول لك العقد الرسمي اللي موثق اللي مختوم واللي موجود في اتحاد الكره واللي ماضي عليه كل الاطراف في بدايه السنه الثالثه. تم الاتفاق بين النادي واللاعب على الاتي: يقر اللاعب الالتزام باللائحه سيبك من ده. اتنين يحق للنادي بص بقى يا كابتن فسخ التعاقد بعد نهايه موسم 22 23 ده اول موسم اللي هو اللي فات مش ده. ايوه او نهاية موسم 23 24 اللي احنا فيه ده. خد بالك. يعني في نهاية الموسم ده. ماشي. بص بقى ليه. يحق للنادي فسخ التعاقد فقط دون اي شروط. بشرط. بص بقى. ما هو ده اللي يجننك. ما انت ما السؤال ده اللي خليك عايز تضرب راسك في الجدار بتاع الاستوديو. بشرط اختار اللاعب كتابيا. او عن طريق البريد الالكتروني بعد نهايه الموسم بسبعه ايام بحد اقصى. يعني مثلا ماتش الزمالك خسر من الكاس ما نهايه الموسم بتاعنا بخروج الماتش الكاس بتاع الزمالك ما بعتلوش ليه عندك سبعه. ما هو ده اللي مش عارف يا كابتن. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. ما انا مش عارف ان المؤسسيه هل حد بيقرا العقود دي؟ ما هو ده هو ده هل هو حد ده عنده البنود يا كابتن؟ انت عارف عارف نتيجه ده ايه؟ 600000 دولار يعني نتيجه هل هذا السهم. هل عبد الواحد السيد ما يعرفش الكلام ده؟ تبقى مصيبه لما يبقى مدير كوره خلاص تبقى مصيبه. ما هو يا كابتن لما المصيبه دي الجهاز الاداري تبقى مصيبه. عارف المصيبه دي غرمت الزمالك ايه؟ عارف غرمت الزمالك ايه؟ الموسم اللي فات ده اضطر يسيبوه وياخد راتبه حوالي 30 مليون والموسم الجاي 30 60 مليون. ماشي. دون ان يستفيد الزمالك فنيا بشيء. ولا هيستفيد. انت دلوقتي انا عايز اعرف انت 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 مؤسسه المفروض ان الحاجات دي لوجيك الحاجات دي بتبقى محطوطه على 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 كمبيوتر قدامك. انت عارف واحد في اداره يا كابتن كامله هي اللي عارفه الكلام ده وبتقول فين الاداره دي؟ فين يا كابتن؟ دي فلوس يا كابتن دي بتساوي فلوس. ما هو سهو اصل ده مش سهو فني. والله سهو سهو يساوي فلوس كتير. بص والله انا لو من الدوله لا اخد فلوس من الناس ما اخدهاش من النادي. اصل ده بند واضح يا كابتن وكان ممكن يحصل من 10 ايام يعني. انا بقول لك والله انا لو من الدوله خلاص ناخد الفلوس من الناس دي زي قبل كده زي اللي انا لما الشباب بعتوا لي الاعداد. بص الاعداد لما قال لي انا كنتش مصدق يعني قالوا لي قلت لهم انا كنت فاكر زيك كده قلت يا جماعه ده كان السنه اللي فاتت
قلت السنه اللي فاتت في الزيطه بتاعت الانتخابات والمشاكل تعرف الانتخابات والحواديت ومجلس مشي وجه لجنه مؤقته، قلت يمكن في الزيطه دي محدش خد باله. فلما بعتوا لي البتاع ولقيتها يا كابتن من 10 ايام، قلت مستحيل يا جماعه مستحيل. أنا بقول لك مش للدرجه دي. والله 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 ده النادي يا كابتن عنده ازمه ماديه رهيبه، يقوم ويشكر اعضاء مجلس الاداره على المبادرات اللي بيعملوها. يوم ينسى بند زي ده يخلص منه ب 600 ب 700 الف دولار. والمشكله ان انا مش عايزه، انا ما بفكرش فيه اصلا طبعا. وبعدين زي انا سمعتك من شويه بتتكلم على فتوح بتقول عليه ان هو بيقول لك ان المدرب ده مدرب عالمي. مدرب عالمي ده يبقى لا مش في سمير عبد التواب في التسريب في التسريب اللي خرج للواتساب. مدرب عالمي ما قعدش في حته ست شهور. ده الراجل ده اكتر مدرب اقيل في العالم. اقيل عارف يعني ايه؟ مدرب ما عملش اي حاجه لنادي الزمالك، ما عملش بصمه. مدرب ما بيعرفش يعني. بص في ناس كانت بنتكلم على حسام حسن والتدريب والكلام ده كده، على الاقل حسام بيعمل حاجه اسمها ثوابت، يعني بتستفيد من الكوره من خبراته، بتلاقي في كورنر ليها تركه بتتعمل، ضربه ثابته فيها تركه بتتعمل، يعني في شغل. انما انت في نادي الزمالك ما عندكش حتى يعني ابسط البسيط. احنا لينا كمدربين او كلعيبه قدامى بنقول والله المدرب ده عنده فكر، انما ده ما عندوش اي حاجه حتى التفكير. يعني تخيل في الاول جه قال لك انا مش عايز ناصر ماهر لا يصلح، مش عايز عبد الله سعيد لا يصلح، مش عارف مين لا يصلح. وبعد كده هم اللي محمد شحاته قال لك لا ده تمشوه تاني وما ينفعش. فالراجل ما عندوش اي فكر حتى مستقبلي. انا مش عارف ايه التصميم ان هم مخليينه. زي ما سمعت قبل كده من احد مجلس اداره قال لي واحنا هنلاقي مدرب ببلاش كده. هو الموضوع مش ببلاش، الموضوع ما هيفيد. لما كنت تجيب مدرب من مدربنا المصريين كمل بالمرحله احسن منه. والله العظيم اي مدرب احسن منه. كمل بالمرحله ولغايه ما تجيب مدرب اجنبي يليق بنادي حتى الفكر. اسيب كاس مصر علشان المدرب هياخد اجازه. طب انت ايه رايك يا كابتن في الغضب اللي موجود من جمهور الزمالك بسبب حضرتك بتقول عليه كده التسريب الاخبار والصفقات، وان في لعيب مفترض يجي بوبينزا واتقال انه مضى، ثم نتفاجئ النهارده دينامو بوخارست ولا رابيد بوخارست بيقول ما مضاش، وانه في وكلاء دلوقتي بقى هم متحكمين. انت مصدق الكلام ده ان في وكلاء فعلا هم اللي متحكمين؟ بص الموضوع زي موضوع بن شرقي كده. الموضوع كان في عضو مجلس اداره علشان يزود الفلوس. يعني بن شرقي كان موافق يجي بمبلغ لا يتخطى 600 الف دولار. جه الطلب من بن شرقي ان اخوه اللي هو منزل تسريب قال لك لا ده الطلب مني احنا نطلب 1,200,000 علشان في حد تاني هيستفيد. الموضوع ان الناس دي واخده النادي سبوبه، مش واخده النادي ك ك ك كحب وكنادي زمالك وكشعبيه وتاريخ بالنسبه لهم. الناس دي لازم تعرف ان هي موجوده في نادي زمالك. نادي الزمالك يا جماعه، نادي الزمالك بيعمل اسم اي حد. في ناس ما كانش حد يعرفها بقت اسماء كبيره جدا. في شركات بتقوم على اسم نادي الزمالك لمجرد ارتباطك باسم نادي الزمالك طبعا. في يا جماعه حاجات كتير جدا. انما هل الناس دي مش حاسه بكده؟ هل الكابتن حسين لبيب مش حاسس بالموضوع ده؟ مع ان عارف ان هو عارف كل حاجه وبيوصل له كل حاجه. انما لازم في قرارات يا جماعه، لازم يا جماعه. الناس دي انا اسف، اي حد من الناس دي في مشكله تطلع على المطرح. انت مش مبسوط من اداء المجلس يا كابتن؟ لا مش مبسوط، مع ان انا في ناس كتير جدا بحبهم. في ناس كتير قوي بحبهم في المجلس يعني احنا كل الناس بنحترمها. كل الناس زي ما بشكر مثلا هاني بيرسي على موضوع المتحف ده، حاجه انا كنت بطالب بيها من زمان قوي. حاجه يعني حد بيعمل حاجه. انما بس انا بتكلم على اداره نادي الزمالك كاداره. أيوة نادي الزمالك ايوه لازم يبقى فيه يا جماعه في مصداقيه. يعني انا عامل مجلس للكوره في حسام والاستاذ حسام وفي كابتن حسين لبيب وفي طارق السيد. طب انا عايز اعرف انتوا مالكوا يعني؟ احترامي الكامل ليكوا. مين اللي يختار لعيبه؟ طارق السيد واللي زيه، اللعيبه بتوعنا احنا اللي نختار واحنا اللي هنجيب صح، مش انتوا. انا اسف يعني، لان انتوا لا لعبتوا كوره ولا ليكوا في الكلام دوت. وبعدين في مجلس اداره لازم ليه قرار مع المدير الفني. يعني ما ينفعش تيجي تقول للمدير الفني يقول لا ده المدير الفني ده انا اصلا انا مش يعني. انا بقول لك لو كمل 3-4 شهور في نادي الزمالك يبقى عمل انجاز الفتره اللي جايه. لازم الراجل ده يمشي. وبعدين لازم تجيب اللعيبه اللي النادي محتاجها فعلا. يعني ايه اجيب 4 فراوده وما عنديش سيرد باك؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما اجيبش حارس مرمى مع عواد وصبحي، رغم ان انا متفق ان الاثنين حراس كويسين، انما مش هم دولت اللي يمثلوا نادي الزمالك، مش هم دولت اللي يقفوا، لان انا محتاج حارس كبير. الفرقه عندها حارس كبير اكبر يا كابتن. ايوه طبعا. الله، طب مين في الدوري المصري ممكن تجيبه احسن من صبحي وعواد؟ ابو جبل كان ابو جبل ربنا يشفيه كان احسن منه، بسام افضل. يعني في
في انما بس انا بس محمد بسام تقصد سيراميكا بتاع سيراميكا؟ ايوه طبعا في حراس كويسين، انما انا الاثنين مستواهم نزل لان مفيش ثالث افضل. فلازم يا جماعه لازم. وبعدين انا بتعاقد مع عواد رغم حبي ليه وبتاعه في فترات سابقه قبل كده، انما لعيب يقعد اكتر من 20 مباراه مش عايز يلعب ومش عارف ايه وبعد كده ارجع اجدد معاه. في يا جماعه نادي الزمالك اكبر من اي حد. طب كابتن عفت انت راضي على الصفقات اصلا؟ يعني الزمالك جاب 4 صفقات بشكل رسمي، يعني عمر فرج النهارده وصل واجتاز الكشف الطبي ومضى 4 سنين. لعيب كويس. انا ما اعرفش انت شفته تابعته؟ انا اتفرجت على هايلايت بالنسبه له. تمام، لعيب كويس. تمام. ماشي. وفي لعيب السنغالي اللي هو اسمه نضاي برضو مضى 4 سنين، وده بس ده في المستقبل يعني، ده 2005 على امل يدي في المستقبل. وفي بنتايك الباك ليفت، وفي محمد حمدي جه اعاره. دي صفقات الزمالك حتى الان، واتقال ان محمد اسماعيل مع زد الموضوع ما كملش. انت شايف ولا هيكمل اي حاجه؟ بص، اي حاجه من زد، من جونه، من الانديه معينه كده، ما اعتقدش ان هو يجي الزمالك. ليه؟ لان دول لهم اولويات مختلفه، زي سموحه مثلا، او اولويات انديه معينه، ما يجوش نادي الزمالك. يعني يدوا للاهلي ما يدوش للزمالك؟ اه. طب ما ممكن يكون اللعيب اللي عايزه الزمالك الاهلي مش عايزه. هو في كلام يعني مثلا لو الاهلي داخل محمد، الاهلي عايز محمد اسماعيل وعايز العش وعايز زيكو لو الفتره اللي جايه، يعني ممكن بكره ولا بتاعت او الاسبوع اللي جاي او تلاقي الكلام ده. انما في انديه معينه خلاص مجالس ادارتها بقت مستسلمه على انا بقى بشوف فرج عامر بيطلع يدافع عن النادي الاهلي اكتر ما يدافع عن سموحه. ايوه، لكن في الاخر الاهلي ما خدش منه غير خالد عبد الفتاح في السنتين ثلاثه اللي فاتوا. ماشي، انا بقول لك في انديه كده، يعني في أيوة انديه الزمالك لو محتاج لعيب بيروح ياخده عادي، ايه المانع؟ لا 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 لا، لا ما اعتقدش. حتى لو الاهلي مش عايزه يا كابتن؟ حتى لو الاهلي مش عايزه. اسمع كلامي، انا بكلمك كلام الدغري. انا ما بلفش ادور، لازم يبقى في صياغه مختلفه. وبعدين انا اقول لك على حاجه، جيب لعيب من بره ارخص من اللعيبه اللي في مصر واحسن وكواليتي احسن، بس العين اللي تختار، مين اللي يختار؟ طب انت 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 حاسس ان الصفقات دي هتفيد الزمالك الاربعه دول؟ وهل الزمالك يعني لسه محتاج اماكن صفقات؟ يعني اقول لك على حاجه، بص، انت جبت دلوقتي بنتيك ومحمد حمدي. محمد حمدي الباك ليفت الشاب بتاع ولو عبد الشافي بقى كويس اللي هو البعيد خالص ممكن يدخل. تمام. ماشي. تمام. ولو فتوح رجع، وفتوح ان شاء الله ربنا يفك كربه. خد بالك، فتوح القضيه بتاعته بعد 5 ايام، بس احنا مش عايزين نتكلم عنها يعني، لانه في الاخر القضاء له له كل الاحترام. طبعا ان شاء الله ربنا يفك هذه الازمه ان شاء الله. ان شاء الله. فراوده، انت محتاج حد مع سيف الجزيري، ومحتاج كواليتي مختلف. ما انت قلت لي عمر فرج كويس، لعيب كوره كويس، انا محتاج كواليتي مختلف. طب خلاص، يعني هل سيف الجزيري مع عمر فرج مع حسام اشرف اللي رجع ما يكفوش مهاجمين الزمالك؟ انا بقول لك اللي هيلعب سيف الجزيري وهو الافضل. انا كنت عايز حتى من عمر فرج هو افضل. سيف الجزيري من افضل الفراوده اللي موجودين في مصر، فاهمني؟ ولعيب منتج، مش لعيب. طب هل الزمالك لسه محتاج فيرود؟ الزمالك محتاج فيرود كواليتي مختلف، محتاج حد طويل قوي، حد بيلعب بدماغه جوه ال 18. حتى وفي وجود ثلاثه يا كابتن، انت عارف الزمالك في قائمته كام دلوقتي؟ 5. انا فاهم. انا في الزمالك عنده 5 مهاجمين يا كابتن، اذا حسبت ناصر منسي وسامسون وعمر فرج وحسام اشرف والجزيري. في بعض الناس فيهم، ما تنفعش يعني، او ممكن تمشي يعني. يا ريت يعني، فيهم ناس، فيهم ثلاثة المفروض ما كانش يعني. ثلاثة من الخمسة دول؟ ثلاثة من الخمسة دول يعني. انا لو بقيت في دول، اخلي سيف الجزيري وعمر فرج والثلاثة الباقيين. وحسام اشرف كان من هدافين الدوري، بس برضو لما اجي اقيسه على اللي موجود، لا، الامور تختلف. يعني سيف الجزيري يلعب على اي حد موجود في الناس دي. ايوه، بس ممكن يبقى بديل حسام. بديل، ما انت جايب عمر فرج بديل. وبعدين ما يبقاش ثالث حسام اشرف؟ ممكن يبقى ثالث. ولا انت الثالث شايف يبقى مهاجم جديد؟ انا كنت اتمنى ان يجي مهاجم كواليتي مختلف يعني، وتمشي حسام وتمشي ناصر وتمشي سامسون. ما كانش عندي مشكله في دي خالص. المهم الكواليتي اللي انت محتاجه. انا محتاج كواليتي. هل الزمالك محتاج جناح؟ يعني الكلام على مشالاك ده اللي هو البولندي كونراد. مش لك كونراد ده اللي كان بيلعب في احد. تابعته؟ تابعته، لعيب سريع جدا. انما مهاريا مش قوي قوي، انما لعيب سريع، لعيب ليه افادات في الملعب في بعض الاوقات. انما برضو انت عندك مصطفى شلبي لعيب كوره كويس وممكن تستفيد منه بشكل كويس.
عندك الناحيه الثانيه زيزو، بس برضو مين مع زيزو؟ يعني مين مع زيزو؟ مين بديله خلاص؟ يعني؟ ايوه مين؟ هل لازم الاجنحه دي على الاقل اربعه خمسه يكونوا عندك في الفرقه؟ ما انا محتاج بكواليتي عالي، محتاج ثلاثه وثلاثه، ومحتاج اربع فراوده، ومحتاج اثنين عشره، ومحتاج اربعه سته وثمانيه، ومحتاج ست لعيبه خمس سوبرات ماشي، ومحتاج اتنين رايت واتنين ليفت وثلاثه، هي القايمه بتعمل كده فاهمني، ده المفروض يعني. انما انا ما جبتش حد. انت كنت مع رحيل اوباما؟ لا، كنت شايفه لعيب هيفيد الزمالك جدا. مين افضل منه يعني؟ ما انت برضو انا عايز امشي. انا هقول لك راي الناس يعني، الناس بتقول لك جه ناصر ماهر، ناصر ماهر في المكان ده، وعبد الله سعيد في المكان ده، واحمد حمدي، بس احمد حمدي جاله صليبي، فعلى الاقل الموسم ده مش موجود. الكوره بتغير نظامها. ممكن في بعض المباريات ما العبش في تيرو، العب حاجه اسمها شادو سترايكر. اوباما الوحيد اللي بيلعب دي، الوحيد يعني، الوحيد اللي يلعب تسعة ونص. مظبوط. ففي بعض المباريات انت بتحتاجه، زي هقول لك على حاجه مثلا، الماتشات الاخيره مين في الدوري، مين الفيرود اللي بيلعب في ليفربول دلوقتي؟ فيرود مين تقدر تقول لي؟ مفيش فيرود. حاجه اسمها شادو سترايكر. في بعض الانديه اللي بتلعب الفيرود الخافي ده اللي بينزل بتاع كده. ايوه في بعض المباريات، وفي بعض المباريات لازم يبقى في فيرود ثابت. هو في ساعات جوتا بيلعبها في او بيظهر. ما هو جوتا اصلا فيرود؟ لا بالظبط كده. محمد صلاح فيرود؟ لا. ففي دياز فيرود؟ لا. انما الماتش الاخير ده دياز جاب جونين منين؟ في مكان التسعة ونص اللي هو بيتحرك وصلاح بيتحط وبيجيب جوان فاهمني؟ فهو ده اللي بتكلم عليه، اني لازم اكيف احتياجاتي على الفرق اللي انا بلعبها، على الشكل اللي انا هلعب بيه في المباريات. تمام. انا في مباراه مش محتاج فيرود ثابت، محتاج حد متحرك. في فرقه بتلعب باثنين بيتقدموا، يبقى واحد على واحد، يبقى انا محتاج التسعه ونص، مش محتاج العشره. محتاج العشره دي لما تكون فرقه بتلعب دفاع بحت، حد وهكذا يعني. في حاجات في الكوره اختلفت كتير، انما انا شايف ان المدرب بعيد خالص عن اسم نادي الزمالك. جوميز بعيد خالص. انت مش متفائل معايا يا كابتن الموسم؟ لا ما اظهرش اي كرامه. في ناس كتير بتقول ان مباراه السوبر الافريقي ممكن تبقى فاصله في علاقه جوميز بالزمالك لو كسب. وانا اؤكد لك على الكلام ده. بس برضو مش بالمباراه. انا بص، انا ممكن اتغلب يعني في بعض المباريات. ممكن اتغلب واقول والله الفرقه عملت اللي عليها. الاهلي السنه اللي فاتت خسر السوبر اول الموسم قدام اتحاد العاصمه لو تفتكر. انا فاكر وخسر السوبر الافريقي اللي هو الدوري السوبر الافريقي، وبعدين والفرقه كملت بعد كده كويس وكسبت بطولات. ماشي لانك ده تاكيد لكلامك. في اداء انت بتقول ايه؟ بتقول والله انا بادي في بدلك اروح مره اتنين تلاته اربعه ما بتجيش بتاع، انما في تكتيك بيحصل. أيوة. في شغل بيحصل فانت في الشغل دوت بتقول والله لا ده الفرقه جايه مفيش مشكله خلاص، وممكن تبقى وحش جدا وتكسب. هل ده دليل على ان انت احسن واحد او انت مكمل؟ لا خالص. انت مش متفائل يا كابتن؟ لا بجوميز لا، من اول والله من السنه اللي فاتت وانا بقول الكلام دوت، ومع الخطا طبعا اللي ارتكبه وموضوع الكاس وان انا العب وبتاع وهيكلموا لعيبه تيجوا دلوقتي، لا احنا في اجازه ازاي نيجي، احنا هنتعور، لا مش جايين. هو في كده؟ هو في كده؟ مفيش كده ابدا. كابتن عفت نصار، انا بشكر حضرتك نجم نادي الزمالك الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا. وهو اتكلم كابتن عفت بنبض الجمهور الزملكاوي.